مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، حنا كنتواجدوا من مدينة الجديدة كما كتشوفوا في الموضوع كالآتي. موضوع اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي باقي محشومة وعيب وعار أننا نسمعوا على طرف لساننا، أن أغنى جماعة اللي هي جماعة مولاي عبد الله بن مغار ما قدراش تكلف بالواد الصرف الصحي. هاد الناس هادو كثرة ولاو عايشين مع ولادهم، ولاو انهم كيشوفوا الحشرات قدامهم بواحد الشكل عادي كانهم في الجابون ولا في الشينوا ولا في شي بلاصه بحال هكا. قدر الانسان ملي شحال هذيك كيخاف يدوز من حدا طوبه، هاد الناس كلها كما كنقولوا تعايشوا مع هذا الامر هذه، لا من الشنيولة لا من الطوبات لا من الحشرات، جميع انواع الحشرات تعايشوا معاهم، حتى من البهيم اللي كانوا كيبغيو يربيوهم وياكلوا الماكله النقيه. فللاسف ان ذوك البهيم تاهما كياكلوا من هذاك الواد، يعني كما كنقولوا ملوت هاد الدواوير هنايا. لا نخليوه هاد السيد هو يشرح لنا باقي يعني المستجدات باش نعرفوا منه كأحد الساكنة والناس المناضلين يعني ديال هاد الدواوير هادو اللي فيهم المشكل. اولا السلام عليكم، وتنبغي نشكر شوف تي في على تلبية الدعوة. بما يخص الموضوع اللي احنا حاليا يعني واد فليفل، الموضوع ديالنا هو واد فليفل، واد فليفل والإنارة عمومية، إكليراج بيبلي. هاد واد فليفل أخي تقريبا غنقول لك دابا واحد 4 سنين باش جا رئيس الجماعة السي المهدي الفاطمي، جا دار واحد التنقية، كنا درنا واحد اللايف وجا دار واحد التنقية. دابا حاليا ما عمر تمت شي زياره من طرف رئيس جماعه مولاي عبد الله، وتراكمت ديك المياه ديال الشتاء فهمتي، وتربات واحد الحشرات يعني شني ولا بزاف فهمتي. وجراء هاد المياه العادمه يعني ولاو عندنا وليدات مراد، يعني حاليا انا دابا عندي دابا البنيه والمراه دارينهم عينيهم وغادي نمشي ندوز ليهم ان شاء الله. ولكن حنا بغينا نعرفوا علاش هاد الدوار هذا اللي هو دوار الخضر ودوار القريوات مع كامل الاسف جماعه مولاي عبد الله كاع ما كاع ما كاع ما مدخلها الخريطه ديال تراب جماعه مولاي عبد الله، مع العلم انه هو من الاوائل من الدواوير السباقه في جماعه مولاي عبد الله اللي دافع الواد الحار وتنقيه واد فليفل من المياه العادمه. حنا اخي دابا حنا ضحيه صراعات بين الاعضاء في جماعه مولاي عبد الله، حنا تنأديو الثمن غالي. الا درتي معايا دابا نيت حاليا دابا في هذه اللحظه هذه درتي معايا واحد الدوره هنايا في دار القيد ودوار القريواس ودوار الخضر. نعم دابا رئيس جماعه مولاي عبد الله ما عمر شي زياره قلت لك انايا تمت لمده دابا تقريبا شي 4 سنين حنايا فهمتي، ما عمرو جا عندنا، ما عمرو حنا بالفرحه تيجي عندنا. علاش غيجي يقضي لنا الحاجيات ديالنا؟ غيجي حنا خاصنا بولات، الدنيا راه ظلمه دابا حاليا ظلمه، الا لقيتي بوله غتلقى 6 7 مشاعلين، شي صاد الفوق شي كاينه على الجعبه. علاش اخي حنايا مالنا؟ ماشي حنا انا دابا الى صح التعبير انا تحسب جماعه مولاي عبد الله بحال شي ام، وهاد الدواوير بحال شي ابناء فهمتي. يعني علاش هاد الجماعه ما هاد الدوار علاش ماشي ما تابعش ليها؟ الا كان ما تابعش ليها تعطينا حنا شنو بحال اللي قلت لك الناس هادو ولاو كيتعايشوا مع حشرات الحيوانات كيف ولاو كيشوفوا الديور ديال تعودوا تشوفوا ترى اش غادي نقول لك اخي؟ انت الا مشيتي لهاد واد فليفل حدانا نيت انا تنقول لك واحد من الساكنه وواحد من المضروري، الا مشيتي شفتي تمايا كارثه عظمى، كارثه عظمى. يعني اش غنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا ما نعم اخي قاسبوع اللي بغاوهم انا شي حشرات تنشوفهم ما عمرني شفتهم تكونوا تما قسما بالله لا العادي. دابا اش راجم سادهم؟ ما انا اش غنقول لك؟ انا بعدا هادشي جاني غريب،
يعني رئيس جماعه ما تيدير حتى شي زياره، ولو تكون غير مره في العام، الا دار زياره مره في العام راه غتكون غنستافدوا منها. وحنا رئيس الجماعه ما مرش عندنا الدوار، راه البولات راه كل شيء ما كاين حتى صاحبي، راه الدنيا ظلمه، راه كاين تيولي كريساج عندنا تما، وهادشي راه الناس راه مشات، راه كريساج تما، راه ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه. اش غنقول لك اخي، هادشي تيألم. الرساله ديالي، حنا الباب الوحيد والاخير اللي بقى عندنا هو السيد العامل اقليم مدينه الجديده، معروف بالنزاهه ديالو صراحه. حنا بغينا هاد السيد العامل يتدخل ويجي يدير واحد المعاينه ويشوف، الا كنا حنايا تنكذبوا راه تنتحملوا المسؤوليه ديالنا. هذا هو اللي بغيت نقول للاخ.